بلوغ النجاح في الإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها، التي يجب أن تكون محل إجماع وطني، ترفيع وتعزيز الأمن القومي ومؤسساته بعيدا عن أي أجندة أو منافسة سياسية. سيدات والسادة الحضور الكريم، لقد ظلت قوات الدعم السريع ولا تزال ملتزمة التزاما لا لبس فيه بالانحياز لخيار التحول الديمقراطي الذي يضع السودان في مساره الصحيح، والشواهد في ذلك كثيرة منذ ما قبل 11 أبريل برفضها قمع التظاهرات ثم انحيازها لخيار الجماهير مرورا بالمرحلة الانتقالية الأولى وما بعد 25 أكتوبر وصولا إلى مرحلة الاتفاق الإطاري الحالي. وسنظل متمسكين بهذا الخيار، لن نجامل فيه ولن نتخلى عنه، وهذا بمثابة إعلام مبكر ورسالة ينبغي أن تدركها الحكومة المستقبلية التي ستتولى زمام الأمور في البلاد، أن التحول الديمقراطي هدف استراتيجي لا حياد عنه مهما كانت الظروف. الحضور الكريم، أعتقد جازما أن المدخل الصحيح لإعادة بلادنا من حالة التوهان السياسي والاقتصادي الذي تعانيه هو الحل السياسي الذي نعمل عليه بقوة من أجل توافق السودانيين على كلمة سواء، وأن نستعيد ثقتنا في أنفسنا كمدخل أساسي للنهضة والتطور والنماء. نستطيع أن ننجز المهام الوطنية بمهمة وإرادة وطنية في أقل وقت ممكن. إذا هزمنا الخلافات السياسية الضيقة فالفوز للجميع، والنصر يحصد ثماره جميع السودانيين. هذه الورشة تمثل ختام ورش القضايا العالقة التي تفضي إلى الاتفاق السياسي النهائي، وبالتالي نحتاج للتركيز على الغاية الأسمى لهذه العملية السياسية، وهي فتح طريق النهضة أمام شعبنا ووطننا ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم له. إن الشواهد والمعطيات العالمية الراهنة تمنح السودانيين مزايا كبيرة إن أحسن استغلالها في الوقت المناسب. وتشكيل هياكل الفترة الانتقالية هو منصة الانطلاق داخليا وخارجيا لتعويض ما فات السودان منذ الاستغلال. السيدات والسادة، لقد منحنا هذا الشعب الصابر كثيرا من الفرص، ويجب أن يشعر الآن بأنه قادر على حصاد ما صبر عليه. ولحسن الحظ والأزمات التي تمر بها بلادنا بالإمكان عبورها وبسرعة إن توحدت أهدافنا العليا وإرادتنا، وليس صعبا أن نعبر الطرق الوعرة ونستشرف طريقا ممهدا نحو النهضة والتقدم. الأمر الذي بأيدينا نحن شعب السودان في مختلف قطاعاته أن نضع السودان نصب أعيننا ونتحد في الأهداف ونختلف في الوسائل، فالسودان يسعنا جميعا. ختاما أعيد التأكيد على أن تدشين هذه الورشة يعني بداية عملية الإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، ومن المهم مواصلة عمليات الإصلاح والهيكلة لتشمل بقية أجهزة الدولة، وهذا أمر على الحكومة المدنية القادمة أن توليه اهتماما كبيرا، على السودانيين خاصة القادة من مختلف الكيانات السياسية والمدنية تحديد الخطوات والتنازلات التي يجب اتخاذها لبلوغ الحل السياسي النهائي بتوافق تام يحقق الاستقرار لبلادنا ويؤمن لشعبنا حياة كريمة في وطن معافى. شكرا جزيلا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.